مرحبا للجميع. لاجئة من أصول تركية كردية تتعهد بتقليل عدد اللاجئين إذا فازت بالانتخابات كحزب الفيفي دي، وهي مرشحة لتصير رئيسة وزراء هولندا، وهي ديلان. طبعا هي هلا رئيسة حزب فيفي دي، وتتعهد بتقليل عدد اللاجئين إذا فازت في الانتخابات ب 22 الشهر. أوكي، هي اسمها ديلان، كانت لاجئة من أصول تركية كردية، وهلا أصبحت رئيسة الحزب فيفي دي، واحتمال إذا فازت تصير هي رئيسة الوزراء لهولندا. هلا أصدقائي، مشان المقترح يلي نزل على أساس إنه يعملوا فحصين نظري وفحصين عملي واحتمال يطبقوه ولا ما يطبقوه، أنا سبق وحكيت بهذا الموضوع أصدقائي. أنا باعتقادي ما رح يصير هذا الشيء، وإذا صار ممكن بدها سنة سنتين شهور لحتى يطبقوا، لأنه أي مقترح أوكي بيدرسوا وضعه، بيشوفوا إذا فعلا هذا الشيء إنه لازم يصير ولا ما لازم يصير. ولكن أصدقائي، إذا بده يطبق بده سنة سنتين ثلاثة، مثل ما حكى كمان كتير أشخاص حكوا، حتى الأستاذ عدنان الطاهر حكى بهذا الموضوع إنه احتمال إذا صار هذا الحكي أو رح يطبقوه ممكن لشهور سنة سنتين وحتى ثلاثة. أوكي أصدقائي، ولكن أنا باعتقادي ما رح يصير هذا الاقتراح. أوكي أصدقائي، فهلأ كله بقيان على حاله، فحص نظري وفحص عملي، والف مبروك سلفان على اللي بينجح بالفحص العملي. أوكي، في عندي سؤال، أي أفضل مدن بهولندا، مدينة هولندية كعائلة كأولاد؟ شو المدينة الممتازة؟ شو أحسن مدينة كعائلة؟ أصدقائي، أنا من وجهة نظري، كل واحد عنده رأي، كل واحد بيقول أنا بحب كعائلة مدن كبيرة، أمستردام، روتردام، ولكن أصدقائي كل واحد عنده رأي شكل. يعني ممكن في عائلة تحب تقعد بالمدن الكبيرة، في عائلة تحب تقعد بالضيعة. أنا من وجهة نظري أنا بحب المدن الصغيرة أكثر من المدن الكبيرة كعائلة. أنا عم بحكي كعائلة وأولاد، مدن صغيرة أو ضيع ما بيأثر. ولكن أي شخص عزابي ممكن يقعد بالمدن الكبيرة بالنسبة للشغل، للجامعات، للدراسة، بس أنا عم بحكي كعائلة مع أولاد، أنا من وجهة نظري بحب المدن الصغيرة. آخر خبر مشان ما أطول بالفيديو، تخلت الحكومة الهولندية عن فكرة الحد الأقصى للعدد الرحلات الجوية في مطار سخيبول بأمستردام ابتداء من الصيف المقبل. كانت خطط الحكومة بتخفيض عدد الرحلات من 500,000 رحلة إلى 460,000 رحلة، ولكن تم إلغاء هذا الشيء للسنة اللي بعدها. لهون خلص الفيديو، شكرا لكم، إذا أول مرة بتشوفنا لا تنسى الاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس ليوصلكم كل جديد. تحياتي لكم، تصبحون على ألف خير.